نتمنى تكونوا على خير وبخير وبصحة جيدة وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. هذا النهار سبيسيال بالنسبة لي أنا، هذا النهار عيد الميلاد ديالي، عيد الميلاد ديال سارة بنتي. هذا النهار 14 في الشهر، تزات نهار 14 في الشهر، نهار اللي هو الزوين. غادي نقاد لها النهير ديالها دابا راه عاد الصباح، غادي نحاول نشوف معكم النهير ديالي كي غادي يدوز. غادي ندير فيه وصفات اللي هي كتبغي من طبيعة الحال، غادي نحاول ندير لها واحد الطبيلة اللي تكون شوية متنوعة، غير دوك الأكلات الأكلات اللي كيكونوا كيوجدوا دغيا، ما كيتطلبوش واحد الوقت اللي هو طويل. الكاطو ما كانش عندي الوقت باش غادي ندير ليها الكاطو، كنت عيانة شوية، الحمد لله دابا وليت شوية. كومونديت ليها الكاطو، غادي نمشي نجيبو لها، داروا معايا الربعة نمشي نجيبو ليها. غادي تسالي هي في الخمسة ونص ديال النهار. كومونديت لها لا ديكو من امازون، بالنسبة للسيدات ديال اوروبا على حسب لي زانيفيرسير ولا كانت عندكم شي مناسبة، كوموندي في امازون، عندكم لو شوا ولا ليفريزون رابيد، ما كتطلبش واحد الوقت اللي هو طويل. انا كومونديت لها داك لو تام اللي بغات هي، كيعجبها اللون الكحل، مي قلت لها انا ما غاديش ندير لك لا ديكوراسيون كلها كحله، سي تريست زعما غتجي حزينه وكلشي، قلت لها ندخل لك لوينات اخرين. المهم هي راه ما عارفه من هادشي حتى حاجه، ما عارفاش بلي راه كومونديت ليها، انا غير كنت كنسولها قبل كنقول لها شنو هما الالوان المفضله اللي كتفضلي، شنو المهم كنسول شنو كت شنو شنو فريمون كتبغي، حيت هاد اللاج هذا كيتبدلوا سبحان الله العظيم، هاد الشهر تكون كتبغي لون والشهر الجاي تقدر تبدل الراي ديالها ما تبقاش تتبغي. المهم انا حاولت نسولها وقالت لي كيعجبها اللون الكحل، انا غادي نحاول نقاد لها الطبيله ديالها. مازال ما درت حتى حاجه، يلا نوت. شنو حبيبه ميلا دون لا بوت ماما، ميلا دون لا بوت. المهم غادي نحاول نشارك معكم كلكو غوسات هكا، هي ما تخرجوش بيديكم خاوين في الفيديو، ضروري من الاستفاده كما عودتكم ديما. كنشكركم بزاف البنات، البارح في الليل 9000 ابوني، ميرسي بوكو والله العظيم، صافي شوكا كما قلت لكم في واحد الفيديو السابق، بدينا ب 23 واحد باش بدينا، ودابا راه حنا في 9000 ابوني، يعني سي شي حاجه اللي هي كبيره بالنسبه ليا، تقدر نتوما تجيكم شي حاجه اللي هي صغيره، مي انا واحد الحاجه اللي هي كبيره كبيره بالنسبه ليا 9000 واحد متبعني وكيبغيني وكيصيفطوا لي غير الميساجات الزوينين، وعجبكم المحتوى ديالي، عجبكم داكشي اللي كنقدم لكم. ان شاء الله ان شاء الله نبقى توجو على وتر، ان شاء الله الرحمن الرحيم، ما كاينه حتى حاجه اللي غادي تبدلني. امينه ديال دابا هي امينه ديال غدا، يعني ما كاينش بلاش بنادم غادي يتبدل، واخا ما عرف شنو يتزاد عليه ما يتبدلش بنادم، الحمد لله. صافي غادي نقويت عليكم قوه البلا بلا، غادي نوض، غادي نبدا نديكم معايا الكوزينه، غادي نبداو في الوصفات، عندي الوصفات اللي غادي نوجدهم بسرعه، غادي ندخلهم للثلاجه حتى العشيه عاد نطيبهم. وبالنسبه كيتحمق على لي سوشي، كيعجبها لي سوشي بزاف بزاف، عيطت لواحد الريستورون كنكومونديو من عندهم سوفون، ريزيرفيت لها واحد البلاطو ديال لي سوشي في الليل يجيها هكا يا سوربريز. بالنسبه للي كادو، خرجت البارح انا وصوفيا، كان الاربع خرجت انا وصوفيا البارح وخدينا لها داكشي اللي كتبغي، بغات دابا بغات غير كتبغي غير لي بيجو، قالت لك بغات غير لي بيجو دي بارفان، هادشي اللي باغا. كانت باغا طابي ديال الصلا، صلايا باغاها، وباغاها تكون مكتوبه السميه ديالها فيها. ديكو انا قلبت سيغ انترنيت وطحت في واحد السيت اللي كيديروا هكايا لي طابي بخيار، وكتكتبي السميه، كتكتبي فيهم الميساج اللي انت باغا. نشرب واحد شويه عرفتي، قويت عليكم قوه الهضره البنات. ايه ماما وي حبيبه ماما مهم لقيت لو سيت. اتو مامو جو بارل افيك لي تاتا يا ابري شي ا توا داكور حبيبه ديالي، جو بارل افيك لي تاتا يا ابري شي ا توا داكور ماما. جو با لقى واحد لاكوكسينه صغيره لقاها، راه حطها فوق الطبله وكيعتني بها، يعني ما خصهاش تهرب لها هكا ولا هكا. المهم نرجع للموضوع ديالي، لقيت واحد السيت اللي كيدير لي طابي دو بريير، ديري فيهم الميساج نتي اللي بغيتي. لقيت كومونديت طابي في الغوز والسميه ديالها مكتوبه بالدوغي، ديكو كتبوا ليا كومونديتها السبت الفايته، هذا النهار الخميس، كتبوا لي السبت الفايته بلا غادي لا ليفريزون غتكون بين يومين حتى لثلاث ايام، يعني دابا راني هذا النهار الخميس يعني با دو نوفيل،
مالوغوزمون ما غاديش تشد الكادو ديالها هذا النهار، مي سي با غاف تشدو ان شاء الله فاش يجيها، يعني سي با غاف تشدو ان شاء الله فاش يجيها. بالنسبه للي كادو خديت لها ان بارفان، وخديت لها ان غورميت، وخديت لها ان بتيت باك. هذا هما اللي خديت لها من استوار دور بالنسبه للسيدات اللي همهم الامر. غادي نتقاسمهم معكم ان شاء الله توتالور باش تشوفوا يعني خديت لها دي بيجو اللي هما فان رقاق، ما كيعجبهاش هي داكشي اللي كيكون باين بزاف، داكشي اللي يكون رقيق. صافي يعني غنخليكم معايا. بالنسبه للوصفه الاولى كنحتاج لا بات فيتي اللي كتكون هكايا مستطيله ماشي الدايره. كنحتاج هاد الساندوي، هاد الفرماج ديال لي ساندويتش، السوسيت ولا السوسيس ولا الكناكي كما بغيتو تسميوهم على هاد الشكل هذا، عويدات. وغادي نوريكم الطريقه. اول حاجه كنفقها على جوج، ماشي ضروري تجي متساويه، ونقطع على هذا الشكل هكايا. يكون قطعتهم على هذا الشكل درتهم على جنب. نفس الشيء بالنسبة للفرماج، على هذا الشكل. وصافي غادي نوريكم دابا الطريقة. كنشد طريف ديال الفرماج كنديرلو هكا، كنشد هاد لو سوسيس هكا، وكندخلو مزيان فهاد العويد، كنديرلو هكا، وكنرد العجينة. وكنحاول نبسط العجينة من الجناب ونسد مزيان، يعني العجينة كتكون كتعاونكم. نحاول نوريكم هاد الشيء ها، وكتشدو وكتبركو مزيان من الجناب، خصكم تبركو مزيان باش تبسط لكم العجينة. نحاول نقادها من الجنيبات باش ما يخرجليش الفرماج فاش تكون كطيب. هاكا كيجي الشكل ديالهم البنات. غادي نستفهم في اللاطا ولا نديرهم غير فوق هادي حتى نسالي كلشي. انا قديتهم البنات كما كتشوفوا معايا كي كيجيو حلوين وكيجيو زوينين. انا دابا ساليتهم كاملين، هذاك لاباط فويتي عطاتني هذه الكميه كلها. وقبل ما ندخلهم للفران غادي ندهنهم بالصفر ديال البيض، وغادي ندردر عليهم الجلجلان، عاد ديك الساعه غادي ندخلهم للفران. صافي حتى الملاحظه البنات، فاش كنوا كتديروهم زيروا مزيان من الجناب وزيروا مزيان من هنايا باش ما يخرج لكمش الفرماج. زيروهم فريمون مزيان وما تخليوش الفراغ هنايا، زيروا على على هاد السوسيت ديالكم، زيروا عليه مزيان. كيجيو هكا المنظر ديالهم كيجي حلو كيجي زوين. الوغ بالنسبه للوصفه الثانيه غادي نحتاج ليها هاد الخبز ديال التورتيلا، كنشريه جاهز. الشلاضه، هاد البصله اللي كتكون هكايا، نوريكم لومبالاج ديالها. لاصوص بلونش، نتوما استعملوا لاصوص اللي بغيتو. وهنايا جومبون دو داند. بالنسبه لجومبون دو داند انا استعملت هاد المارك، هاد لا مارك هادي هي اللي خديت، فولي هلال بلون دو بولي قلت انا لا داند. بالنسبه للتورتيلا هذا هو لومبالاج ديالها البنات،
بالنسبه للبصله كنشريها من المارشي كلي، انا كناخذها، هذا هو المبالج ديالها، يعني كتواجد في جميع المحلات. هذا بالنسبه للي برودوي، حيت واحد هي بامال ديال السيدات اللي قالوا لي بقيت حيت كوني كديري شي حاجه بقيت ورينا المبالج. غادي دابا ندوز نوريكم الطريقه. دير هذا جومبون دو داند ولا لو بلون دو فولي على جنب. غادي نشد واحد الطوطيلا هكايا، غادي ندهنها بلاصوص. انا قلت لكم درت لاصوص بلونش، نتوما ديروا المايونيز، ديروا الكيتشوب، ديروا الصوص الجيريان. صراحه كتعجبني الصوص الجيريان، مي ما عنديش وريني، ما يمكنليش نديرها في كل شيء حيت وليداتي الصوص الجيريان كتكون حاره، مي لاصوص فنه. كنحاول نايطاليها مزيان. ندير شويه ديال البصله من الفوق باش كتجي ديك التقرميشه فاش كتعبطوا، وغادي تحاولوا ديروا الشلاضه ديالكم، ديروا الكميه اللي بغيتوا صافي. وغادي ندير جومبون دو داد من الفوق، غادي جوج ديال الطريفات، وغادي نحاول نلوي حيت تكونوا كتلويو زيروا مزيان. نحاول ندور لكم باش تشوفوا مزيان هاكا على هذا الشكل صافي. انا غادي نحتاج لي كوردون، غادي نحاول نحيد غير هاد الطريف هذا اللي تيكون على جنب. هوب، هنا غادي نشدها، غادي ندير كوردون هكايا، وغادي نقطع بالمص. هوب لا، وهكا كيجي الشكل ديالها البنات، كيجي في التقديم زوين. وهاي كما قلت كيوجد ضايع. غادي نحاول ندير كوردون نتكو مزيان ونقطع بالمص هكا كيجي، كتجي ديك التقرميشه ديال البصله وجومبون شلاضه، كيجي فريمون المذاق غزال. هكا كتجي، وغادي نستمر بالعمليه حتى نسالي كلشي. ساليتهم البنات، شوفوا كي كيجيو، كيجيو غزالين، كيجيو من الدار ديالهم كيجي حلو. ودغيا وجدتهم، ما تطلبوش مني واحد الوقت اللي هو طويل، فريمون كيجيو زوينين. كديروا لهم هكايا هاد لي كوردون، كيجيو ساهلين هكا حتى في الهزه، فريمون من الدار ديالهم زوين. انا غادي نقدمهم في هاد البلاطو هذا، وهادو كنتسنى عليهم، ما غاديش نطيبهم دابا، غادي نطيبهم من بعد. يعني ما غاديش دابا، هادي راه ثلاثه ما يمكنليش نطيبهم دابا، غادي يبردوا. وكما كتعرفوا لا بات فيتي غير كطيب كدوز عليها واحد المده ما كتبقاش مقرمشه. غادي نخليهم هنايا على جنب، غادي نشد هكايا ان كوردون هكايا صغير، وغادي نحاول وغادي نتكهم مزيان من الفوق باش حيت يطيبوا ما يتنفخوش ويطرطقوا. البنات عطوني الراي ديالكم كي جاتكم الصالون الطبيله والبيفي، انا شخصيا عجبوني، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم حتى نتوما. درت واحد الطبيله اللي هي سامبل، ما مشارجياش بزاف، او ميم طون اليغونت. بالنسبه للبيفي درت لها لو شيف خوساز، الكاطو اللي مشيت جبت ليها قبيله لي كادو ديالها. ودابا غادي نتسنى غير بابا يمشي يجيب لي سوشي ونقاد لها الطبيله ونتقاسم معكم بقيه الفيديو. صافي البنات هي جات، غادي نحاول ندير لها غير لي بوجي. هادو خديتهم لها من امازون على هاد الشكل هكا.
كان هضرب شويه حيت راه الفوق. البنات هذا اللي قديت معاكم شوفوا كيف كيجي. البنات هذا كيجي كيجي وخزان كيجي هكا ياكل واحد يهز وحيده ديالو. هادو اللي قديت معاكم هاد لي فيتي دهنتهم بالبيض ودردرت فوقهم شويه ديال السلجلان ودخلتهم على 180 درجه صافي غير كيطيبوا راه كيكونوا باينين. جاو غزالين جاو جاو جا شي محمر على شي هي بقات وحده هنا ما شتهاش. شي كيجاو البنات جاو حلوين وكيما شفتو معايا دغيا دغيا وجدتهم ما طلبوش واحد الوقت اللي هو كبير. ودابا غادي ندوز نوريكم الطبل بنات. صافي هنايا حطيت الطبيله ديالي حطيت هادو اللي قديت معاكم كيجيو غزالين كيجيو هنايا قد لي سوشي اللي كومونديت ليها. هاد لي فيتي هادو حتى هما كيجيو زوينين. درت دي طاختين ديال السومون هادو خلاص راني شريتهم جاهزين. صافي هذه هي الطبيله كيما كتشوفوا معايا غادي ندوز ليها هكا يا رقيق مع هاد النوع هي اللي كتبغي ديال لي بيجو. وهاد الخويتم هذا كما كتشوفوا معايا غزيول كذا داير جهانيش الحمد لله. صافي هادو هما لي كادو اللي خديت ليها. واللو تابي اللي قلت لكم مازال ما جاش